قرش في العين السخنة، خبر عاقل. إن شاء الله في هذا الفيديو هنوضح لكم بكل شيء الذي وضح القرش في العين السخنة. طبعا الكلام ده كله كذب، وطبعا الحقيقة إن هم وجدوا السمكة الذي اسمها راي فيش، ويطلق عليها الفراشة أو الحداية. وطبعا هذه السمكة الكبيرة جدا، طبعا هوريها لكم في آخر الفيديو. طبعا هذه السمكة كبيرة جدا، تشبه الفراشة بس أكبر منها بكبير، وتسمى بالفراشة طبعا، وتسمى براي فيش، ويعني زي الحوت وبس أصغر منها بشوية. وطبعا عثروا عليها الشباب، هذا الشباب عثروا عليها في العين السخنة ووجدوها هناك. وعليه وبعديها بعد ما مسكوا الراي فيش دي وسابوها. وطبعا هوريكم صور الراي فيش عشان تشوفوها بكل وضوح، ودي صورته على الطبيعة.